السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من كان خير الناس لأهله. مرحبا بكم في فعالية دردشة المستشار، نناقش فيها جملة من القضايا والتحديات التي تواجهها الأسرة في عالم اليوم شديد التعقيد، كثير التقلب. يحدونا حرص أكيد أن نخلص إلى سبل تجاوز هذه التحديات وننفتح على الفرص المتاحة من أجل الارتقاء بالأسرة حتى تتمكن من القيام بأدوارها المنوطة بها. دردشة الليلة في موضوع الأسرة تحديات وممكنات، نستضيف لكم نخبة من المهتمين العاملين لصالح ازدهار الأسرة، يتقاسمون معكم من زاوية تخصصهم تجاربهم خبراتهم العملية بمقاربة تتخطى الإغراق في تشخيص الواقع وتركز وتستفيض في سبل تجاوز هذا الواقع من خلال تقديم حلول عملية مجربة تستثمر العوائق والصعوبات وتحولها إلى فرص تتيح ارتقاء الأسرة إلى فضاءات الحياة الطيبة. أرحب باسمكم حضورنا الكريم بالأساتذة الأجلاء الدكتور محمد السيد صاحب المبادرات الرائدة والمشاريع النوعية الخادمة للإنسان عموما والبانية لنهج الأسرة الفطرية على وجه الخصوص، ثم الأستاذ محمد الحاج سالم المحامي المقتدر والمستشار الأسري الحريص والمكافح من أجل أن تطالع الأسرة بأدوارها الذاتية والمجتمعية. يلتحق بنا بعد قليل الأستاذ أيوب سليماني، تواجه بعض الصعوبات التقنية، وهو المدرب والاستشاري الأسري والقائد التربوي الملهم والمشتغل بمباحث القيم الإنسانية. إذا نستلهل ليلتنا على بركة الله بإعطاء الكلمة لأصحاب الكلمة، ونطلب من ضيوفنا أن يمهدوا في عجالة البدء ما ينيرون به مسلكنا على نهج الحوار النافع الماتع الذي يعبد الطريق طريق العمل ويجعله واضح المعالم ممكن العبور. إذا في البداية أسألكم أولا دكتورنا الفاضل محمد السيد. يا ليت دكتورنا تبدأ بالدكتور الثاني، لأنه يعني له مقامه، والله يعني له مقامه، وأنا أفرح بهذا. أهلا وسهلا، إذا نبدأ بدكتورنا الأستاذ محمد سالم، وأدعوه أن يتخيل معنا أن لقاءنا قد انتهى. اسمحوا لي أنا في الإخراج وفي طيب، إذا معنا أستاذنا محمد سالم، يتخيل معنا لبرهة أن لقاءنا قد انتهى وأن جمهورنا راض تمام الرضا. فنسأله ما ترى هذا الذي تحقق لجمهورنا والذي جعله يرضى كل هذا الرضا؟ فتفضل في عجالة البدء أستاذ محمد الحاج، تفضل. أولا وقبل البدء عن الإجابة عن سؤالك الكريم أخي الكريم الرقراقي، تحية إليك عطرة زكية بهذه المبادرة الطيبة، كما تحية إلى الدكتور الفاضل الذي شاركنا. وكفاك فخرا أنك جمعت بيننا لنشع ما تيسر من فهمنا للحياة ومن الخطوات التي نجحنا فيها، ومن أجل تحقيق خطوة إلى الأمام لابد أن نتبادل الآراء ونعطي تجربة. فما دمت بدأت بالخيال فإني لابد أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هو الذي علمنا، هو الذي أنار لنا الطريق، هو الذي أرشدنا، هو الذي كان قدوة للأسرة وقدوة للأب وقدوة للأم، هو الذي صنع محورا طريقا مستقيما لمفهوم الحقيقي للأسرة. لذلك قبل أن أتخيل مرة أخرى، أقترح على وجوهكم الكريمة أن نقول وأن نجعل من هذا اللقاء البسيط العاجل الذي بدأ بالخيال ولكن سننزله للواقع
فإني أقترح عليكم العنوان التالي، أن أقول واقع الأسرة بين الاستقرار والاستمرار والاستثمار فهما وتنزيلا، لأننا نحن في الحقيقة بين النظر والتطبيق، بين إن صح القول جهل الأبناء وعجز العلماء، مع كامل احترامي للعلماء. لذلك أقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل، وأعوذ بك اللهم من أن أتكلف ما لا أعلم كما أعوذ بك من العجب فيما أعلم. أبرأ اللهم من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. خيالي أن أتخيل أن الناس بعد أن يستمعوا إلينا سيشعرون بالسعادة، وسيشعرون بأن هناك قيما كانوا غافلين عنها. فنحن مجرد منبه، تنبيه حسب تجربتنا وحسب واقعنا وحسب ما عرفناه وتعلمناه. لذلك أتخيل أن على أقول من كان من الإخوة المستمعين والمنصتين إلينا، لأن هناك فرق بين المستمع والمنصت، إذا كان من الشباب من ينصت إلينا، فإني أقول إلى كل زوج وزوجة وإلى كل مقبل على الزواج، على الزواج لا بد أن ينصت إلينا وأن يوغل في السؤال ويعظم السؤال، لأن المسألة ليست مسألة حقيقة، هناك في تقدير الشخص إكراهات وتحديات ومشجعات، هذا ما يجب أن أناقشه في تقدير الشخص. فلما يتفهم الناس هذه الصور الذهنية على الأقل في البداية، بين الفهم والتنزيل سيتحقق الاستقرار والاستثمار والاستمرار والاستثمار إن شاء الله. كيف ذلك؟ هذا ما سنناقشه، وهذا ما سأستفيده أنا شخصيا من الدكتور ياسر ومنك الدكتور أخينا الدكتور محمد إن شاء الله. بارك الله فيكم على هذا التمهيد وهذه هذا التطوار الذي كان حقيقة أرضية يمكن أن ندلف من خلالها إلى ما سيستتبع، وأن نجتهد وسعنا بإذن الله تعالى أن نمضي لما يحتاجه الناس، وما يحتاجه الناس في الغالب هو متعلق بهذه المقترحات وهذه المشاريع التي يمكن أن تستنير بها طرق تأديتهم داخل الأسرة، سواء كانوا مربين أو كانوا أزواجاً. هذه الدينامية التي نريدها أن تكون إيجابية داخل الأسرة وترتقي بالأسرة لتقوم بأدوارها الحقيقية. إذن نعود إلى الدكتور محمد ليبدأ معنا كذلك بإطلالته الأولى عن الذي يدور في ذهنه والذي يراه الأولى أن يسلط عليه الضوء وتقديمه لجمهورنا الذي اقتطع من وقته الثمين بهدف الانتفاع بدردشتنا في موضوع الأسرة، تحديات وممكنات. تفضل دكتور النفاذ. أتخيل ولا بدون تخيل؟ بدون تخيل. الله يسعدكم وبارك فيكم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. والله يعني هذا الاجتماع الله يجعله أول شيء بموازين حسناتك وحسنات كل من يسمعنا والدكاترة. الكلام عن الأسرة كلام سعيد من جد، يعني أنا دائما لا أركز على ما يحبه الناس، أركز على ما يحتاجه الناس، فإذا ركزنا على ما يحتاجه الناس يدعون لنا ولو بعد حين. دائما حل مشاكل الناس هو الأصل، فتح الطريق للناس وتوسعة الطريق للناس هو الأصل. الكلام عن الأسرة، قراءة عن الأسرة، المجاهدة في الأسرة، حضور مؤتمر، قراءة كتاب، دفع مال من أجل الأسرة، هذا نتوقع أنه من أجمل 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 لحظات الحياة. يعني الحياة بدون أسرة مي حياة، الحياة بدون أسرة مي حياة. صدقوني أنا أكلمكم اليوم وأقول لكم ما هو تجربة خاصة، تجربة شرعية كاملة، تربوية كاملة، فطرية كاملة، من منذ أن خلق الله الكون. الحياة بدون أسرة مي حياة، حتى يعني لو كنت
في أجمل وأرقى مكان في الدنيا، يعني حتى الجنة وهي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، آدم يشعر بالوحشة ولا يبدد تلك الوحشة إلا زوجته حواء. الأسرة اليوم أعظم شيء ممكن نقدمه للعالم بأكمله، إنه نقول له إذا تبي تفتخر يا شاب يا زوج يا زوجة يا بنتي يا ولدي، افتخر إنك عندك أسرة سعيدة مطمئنة. أعظم نعمة إن يكون عندي أسرة سعيدة مطمئنة. أعظم ما نقدم اليوم إننا نرمي كلمة عتاب صغيرة كذا لبعض الأسر التي تخلت عن دورها الرائد الفاعل المؤثر حتى يكون أفرادها سعداء والمجتمع سعيد والدنيا كلها سعيدة بسببهم. الدور الرائد اليوم يجب أن نرجع ونتوازن ونرجع للتوازن. كيف نرجع مؤثرين؟ بيتك مؤثر، تربيتك مؤثرة، تربيتك مؤثرة، أولادكم مؤثرين، هذا الأصل في الأسرة. فإذا وجدنا غير ذلك معناه أن الأسرة تخلت تماما عن دورها. وأسهل شيء في الدنيا، ترى أسهل شيء في الحياة إني أتخلى عن دوري. أسهل شيء، أفضل طريق، أسهل طريق في الحياة أن أتخلى عن دوري، أن أترك هذه الأسرة. اليوم نبغى نقول لكم اعطوني أي موضوع في الدنيا، أي مهمة في الدنيا لا نقرأ فيها، لا نتعلم فيها، ليس عندنا فيها بعد معرفي ولا بعد وجداني ولا بعد سلوكي، والأعظم والأكبر والتحدي الأعظم كمان ليس عدم المعرفة، التحدي الأعظم عدم المعرفة بحاجتنا إلى المعرفة الأسرية والتربوية. اليوم في شيء خطير جدا إن بعض الآباء وبعض الأمهات حتى بعض الأبناء ليس عندنا حاجة في المعرفة الأسرية والوجدان الأسري والسلوك الأسري، نشعر ما عندنا حاجة. تمشي الأمور الأمور البسيطة في الحياة إذا ما عندنا دراية فيها وإدراك لا تمشي. فكيف نبغى الأسرة تمشي كذا بسهولة، بدون مجاهدة، بدون تعب، بدون استثمار، بدون استقرار، بدون لا اليوم دورنا الحقيقي نقول للأسرة قفي، اهتمي، رممي الأشياء اللي تركتيها، ارجع إلى المحضن الحقيقي، ارجع إلى الدور الحقيقي. أقسم لكم بالله يا أحبة لما نرجع إلى الدور الحقيقي، الأب له دور والأم له دور، لها دور والأبناء لهم دور، قديش الحياة حتكون أجمل، قديش الحياة تكون أوسع، قديش الحياة نعيشها كأننا يعني السنة عن 10 سنوات من الجماليات. فحقيقة أعظم دور يجب أن نبدأ فيه في هذا الحوار أن نرد الأسرة إلى دورها الرائد الفاعل المؤثر. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا هذا التمهيد الذي وضعنا حقيقة في أولى الأولويات التي ينبغي أن ننتبه لها، وهي أن تكون الأسرة سعيدة مطمئنة. وهذه الرسالة الخفيفة وهذا العتاب الخفيف لكل الأسر أن تأخذ الكتاب بقوة وأن تستعيد بوصلتها لتعيد هذا الدور لهذه الأسرة لتصبح مؤثرة داخلها، بين العلاقات البينية التي تجمع بين أفرادها، وكذلك مشعة في محيطها الأقرب فالأبعد. بارك الله فيكم، هذه الإضاءة الأولية التي لا شك ستنير هذه الدردشة وستبعث الدفء في هذه الدردشة. بارك الله فيكم، حفظكم الله. الآن نمر إلى أخينا أيوب سليماني لنعطيه الكلمة ليتحدث لنا الآن، وهو يتخيل كذلك أنه ضمن الجمهور، وهو ضمن الجمهور لديه احتياجات وله مطالب وله انتظارات، فما عسى هذه الانتظارات وهو يمثل الجمهور في هذه الليلة. تفضل أستاذ أيوب. بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أظن الصوت واضح أستاذي. الله يحفظك. يعني لي الشرف أن أكون بين هالتل المباركة، أستاذنا ودكتورنا محمد السيد وأخونا الأستاذ سالم وأستاذنا المبارك السيد أبو ياسر ومع هالتل الطيبة. حقا
حال تخيل في النهايات وهي المخرجات، لعله اليوم الموضوع جلل وعظيم جدا، وقد يدرك أو تدرك الأهمية من في بعدين. البعد الأول هو ما أعطاه الوحي من أهمية ومن صور ومن أحكام هي كلها مرتبطة. والنموذج الأول الذي كان بين آدم وحواء، ثم نموذج سيدنا إبراهيم وهاجر عليها السلام وسارة وإسماعيل، ثم النبي عليه الصلاة والسلام في كل الأبعاد، فهذا كله مرتبط من أحكام ومرتبط من تفصيلات وتدقيقات في بعد الزواج وأحكام الزواج وأحكام الطلاق وأشياء كثيرة جدا. يعني جل عن العبث أن الله جل جلاله يخصص كلامه ويخصص وحيه جل في علاه للتدقيق والتفصيل في هذه الأشياء والجزئيات الدقيقة جدا والأحكام المرتبطة بهذا الباب. هذا دليل أهمية. والأحكام العامة التي لا تخفاكم، إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع، فبالتالي هذا باب عظيم جدا يجلي الأهمية. ثم البعد الثاني وهو بعد ما يحيك من الجهة الأخرى وما تستهدف فيه هذه الأسرة كأم كزوجة كأبناء كأب، وما يحاك لها من 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 يعني من الطرف الثاني ومن إبليس وأعوانه. والأحاديث في هذا الباب كذلك واضحة والواقع يجلي. فبالتالي اليوم كيف ممكن يكون تكون هذه المحطة لعلها إنارات إشارات إضاءات تجلي، ونحاول أن نبثها بشكل عملي كأفكار. والحمد لله معنا أهل الاختصاص وأهل الخبرة وأهل المبادرات، فلعل هذا كيف نخلص، وخصوصا نحن مقبلون على الصيف، كيف نستثمر هذا الصيف، كيف يعني بأفكار عملية إن شاء الله تعالى نتواصى بها، ومن اليوم من الليلة من غدا صباحا نفعل ويعني ندلف إلى الجانب العملي بإذن الله تعالى. فحيا هلا، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع في هذا الوقت المبارك وهذه الساعة الطيبة يعني حجة لنا لا علينا، وأن ننتفع به جميعا. شكرا شكرا جزيلا أستاذ أيوب على هذا التمهيد الذي وضعنا كذلك في بوتقة الأولى. أولا أن نتحدث بالأشياء التي يمكن أن نقترحها، أن نكون في منطقة الحلول، أن نكون في منطقة المشاريع التي تقودنا إلى دور هذه الأسرة كما ينبغي وكما يرتضي ربنا. إذن أتوجه إلى الأستاذ محمد سالم مرة أخرى، نعود إليك لنسألك عن ومن خلال كذلك ممارستكم الطويلة لمهنة المحاماة، والتي تجعلكم في احتكاك مباشر، والتي تنيلكم هذا المحرار الذي يقيس وضعية الأسرة داخل المجتمع، واقع النزاعات الأسرية، واقع الصعوبات التي تواجه الأسرة والتي تصل إلى المحاكم والتي تتولون يعني دعمها. تصور أنها سمحت لكم بتطوير تصورات وحلول عملية لفض هذه النزاعات من جهة، وكذلك لإثارة العلاقة لنقل استباقيا لئلا تؤول هذه إلى النزاع المهدد بالتفكك. فأشكر لكم أن تتقاسموا معنا شطرا مما أكسبتكم تجربتكم من تعلمات على نهج الحلول الواقعية الفعالة. فتفضلوا سيدي. أهلا وسهلا، أولا تحياتي لأخينا سليباني ومرحبا بي في هذه المداخلة، وقد أثلج صدري بهذه المداخلة الطيبة، وكذلك الدكتور سيد. الحمد لله. أخي الكريم، وقع المحكمة وما يجري فيها هو صورة مصغرة أو صورة حقيقية لما يجري في المجتمع، ما هو غائب على الناس وما لا يعرفونه أن الشباب يعاني من مدمرات، أقولها بكل وضوح، ومن تحديات، وغابت عنه المشجعات، بمعنى أن الشباب الآن المقبل على الزواج هناك شكل، والشباب الذي دخل هذا الميدان ودخل هذا القفص الذهبي
في البداية بدا أنه قفص ذهبي فعلا، وهو ذهبي في جانب من الجوانب، لكن لما دخل في الواقع ولما عاش التحديات أصبح يئن من العديد من المشاكل التي لم يكن يتوقعها، سواء كانت مادية أو نفسية أو في أطار التواصل مع الأفراد، خاصة بعض الشباب وبعض الأسر يغيب عنه بعض القيم الرئيسية والتي لا بد منها قبل الزواج. قبل أن يفكر في الزواج لا بد أن يفكر أن يكون له الاستعداد الكافي، لا أقول المادي فقط، فالمادي يمكن أن يتوفر، لكن الجانب الثقافي، ونحن أمام تحديات ثقافية كبرى، أمام زحف هائل من المغريات، وبالتالي تنتهي تلك العلاقة بسرعة، وهذا ما نراه. عجيب أن الإنسان، أحد الشباب، البعض من الشباب، أن يعيش مع خطيبته سنة أو سنتين ويتزوجها لمدة 15 يوم أو 20 يوم أو شهر أو شهرين، وإذا بهم أمام المحكمة، فكما يقال يعني في الصيف الصالة وفي الشتاء قصر العدالة، وهذا إشكال كبير جدا يدل على الثقافة، على غياب الثقافة وغياب القيم. الروابط المشتركة بين الطرفين غير متواجدة، يعني هناك اندفاع بين أسرتين لوصول إلى نقطة معينة، وهناك شوق واندفاع للزواج، لكن لم يتم دراسة الواقع على مستويين: مستوى أنماط الشخصية، هل هي متقابلة، هل هي متكاملة، هل هي مستعدة لمواجهة الواقع على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد، في بداية الزواج وبعد الحمل وبعد الزواج وإلى آخره، حتى ولو وصلنا إلى الطلاق، ما العيب؟ طلاق الله سبحانه وتعالى أنزل سورة اسمها الطلاق، لكن كيف نطلق؟ هل نطلق بالسلاح والدمار والسب والشتم؟ هذا دليل على أن الشخصية تكونت بنمط يغيب عنها الكثير من القيم الإسلامية والدينية والتي أخذناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هي؟ كما قال الدكتور سيد، إذا غابت هذه القيم التي يجب أن نرجع عليها، السؤال كيف نرجع إليها؟ كيف نعود إليها؟ لا يمكن العودة إلا بمجموعة من تتضافر الجهود، المجتمع والدولة والعلماء والقضاة والمحامين والمربين والأساتذة، كل يدلي بدلوه، لأن النواة الأولى، الأساس الأول هي الأسرة، إذا تهدمت تهدم المجتمع كله، خاصة ونحن في طيار متدفق في هذه التواصل الاجتماعي الرهيب الذي تطبع فيه في اليوم أكثر من 3 ملايين صفحة يقرأها الناس، فالمسألة ليست سهلة. فأقول أين العلماء؟ هل هم في مستوى طموحات الشباب؟ هذا علاش أنا قلت الأسرة بين الاستقرار والاستمرار والاستثمار، فهما وتنزيلا. كيف نفهم ذلك؟ كيف ننزلها؟ كيف نرشد أبناءنا؟ كيف نعد أبناءنا للزواج منذ البداية، منذ قبل من أن يبلغ سن الرشد، أن أوجهه، أن أصاحبه، أن أصل به إلى الطريق؟ كيف أني لا أصبح يعني الزوج إذا غاب على الأسرة غياب كلي، وترك ابنه وابنته هكذا سبهلة، لا يفعلون ما يريدون، يقرؤون ما يريدون، يمارسون قناعتهم كما يريدون، أين التربية؟ أين القيم؟ كيف يعيشها؟ كيف نعيش هذا السلوك؟ هل نحن آباء؟ أم نحن مجرد علاقة زوجية وظروف الحياة حتمت علينا أن أخرج 4 صباحا وأعود إلى بيتي 11 ليلة، وبالتالي تركت الأبناء لأمهم في نهاية المطاف، تركتهم لواقعهم، وليس في الإمكان أكثر مما كان، وهذا إشكال كبير جدا. إذن هناك مسؤولية غائبة. هذا الذي أقبل على الزواج، ابني الذي أقبل على الزواج، هل تعلم مني كما تعلم المأكل والمشرب والدراسة؟ هل تعلم مني أنه كل سلوك يقوم به هو مسؤول عنه؟ كيف عرف هذه البنت؟ كيف التقى معها؟ ماذا خطط لحياتهما حتى يتحقق الهدف؟ وبالتالي هناك مجموعة من التحديات كبيرة جدا في الأسرة، هناك مجموعة من المدمرات، وهناك مجموعة أيضا من المشجعات التي يجب أن نناقشها
واحدة تلو الأخرى حتى نستنير بآراء إخوتنا ويخرج الجميع بخلاصة مهمة جدا كأنها ورقة صغيرة يكتبها في حياته ماذا أفعل، كيف يمكن أن أتقدم على المدى البعيد بداية من الخطبة حتى يتحقق الزواج الرائع إن شاء الله. بارك الله فيكم أستاذ محمد الحاج، هذه التوطئة التي أدخلتنا إلى واقع الناس، واقع الأسر والصعوبات التي تواجههم، ونحن سنجتهد وسعنا أن ننتقل سريعا إلى الضفة الأخرى، ضفة الحلول وضفة المشاريع التي تسمح لنا أن نرتقي بالأسرة وأن تعود الأسرة لتقوم بأدوارها الأساسية الجوهرية التي من خلالها ستكون بالفعل صماما لأمام المجتمعات. شكرا، أنا حقيقة أنقل عنك هذه الثلاثية البديعة، الاستقرار والاستمرار ثم الانتقال إلى محطة الاستثمار، وهو مهم جدا بدءا بالإعداد، وهو إعداد هذا الجيل ليكون صالحا لنفسه مصلحا لمحيطه، أن يكون مسؤولا، وحين يكون مسؤولا إذاك تتبدد كل هذه الصعوبات وننتقل إلى تلك الوضعية التي وعدنا بها دكتورنا محمد السيد، وضعية السعادة، السعادة التي نعيشها ونعيش جنة الدنيا قبل أن نلج جنة الآخرة بإذن الله وتوفيقه وكرمه. شكرا مرة أخرى، ونمضي سريعا إلى دكتورنا دكتور محمد السيد، وهو صاحب برنامج طويل في مجال التعاطي مع الأسرة، ومن هذا البرنامج نقطف باكورة من باكورته، وهي دورة من الدورات الناجحة جدا والتي أثارت الانتباه إليها كونها أوجدت كثير من الأجوبة للأسر، دورة كانت له وهي له كذلك بعنوان اللي بينا كبير، ويدرجها دكتور محمد السيد تحت شعار نقدم ما يحتاجه الزوجان لا ما يحبونه، فنحن ننفتح له ونفتح له المدى ليلخص لنا أهم ما تتضمنه هذه الدورة ونعطيه من المدى 10 دقائق أو ما يزيد. فتفضل دكتور محمد. الله يكرمكم بارك فيكم. لعلي أنطلق من حيث انتهى دكتورنا الدكتور محمد سالم الله يكرمه في قضية مفهوم القفص هذا اللي حنروح له، هو ليس قفص، هو حديقة جميلة، وللأمانة يعني كما يقولون المشكلة في الأسرة أمر طبيعي، أيضا ترى الاستقرار أمر طبيعي، يعني الاستقرار في الأسرة أمر طبيعي، قضية أسرة يعني زواج وأسرة ترى الأمر جدا سهل لأنه أمر فطري، من صعبه علينا سنتحدث لماذا صعب علينا، لكن هو أمر سهل جدا 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 إن أخذ بفطرته ومعرفته ووجدانه، فهو أمر غاية بالسهولة. الطبيعي يكون في مشكلة، والطبيعي أحيانا يكون في استقرار إلى 5 سنوات ما فيه ولا مشكلة، إذا كانت العقول حقيقة تدرك ما معنى الزواج، تدرك ما معنى أني أقف أمام الله سبحانه وتعالى وأكون أنا كأب سبب في استقرار أسرتي، أنا كأم سبب في استقرار أسرتي. هذا الإدراك الكامل يجعل الإنسان حقيقة يشعر بأعظم قيمة في الدنيا، وهي قيمة المسؤولية لاستقرار أسرتي، المسؤولية العظيمة أمام الله سبحانه وتعالى. الدورة هي ما أبغى أفصل فيها وأخذ فيها، هو خلونا نتخيل أيضا ما دام بدينا في التخيل، أنا أبغى أزوج بنتي، أبغى أزوج ولدي، وهذا الكلام ينفع لمن يريد أن يتزوج أو تزوج أو له الآن 30 سنة متزوج، لعلنا نعيد الحمد لله النماذج. حقيقة أنا كنت من الأشياء اللي أتمناها أكثر نموذج يمر علينا في هذه الحياة، أكثر نموذج يمر علينا في هذه الحياة، اليوم كثير من المشاريع تحتاج نموذج، إحنا أكثر نموذج يمر علينا في الحياة هو نموذج الزواج، العمارة الواحدة فيها 20 نموذج للزواج، وبالتالي بناتنا والأسر وبناتنا اللي حيتزوجوا شبابنا اللي حيتزوج، مين اليوم بطل متخصص بطل يدرس لماذا هذولا استمروا إلى 40 سنة وهم عايشين في أجمل حياة أسرية؟ لماذا؟ إيش العوامل اللي سببت
إنهم يعيشون الحياة كأنها 100 مرة و100 ضعف من السعادة. لماذا تلك الأسرة تفرقت من السنة الأولى؟ لماذا هذه الأسرة من السنة الخامسة تفرقت؟ لماذا بعد 10 سنوات هذولا تفرقوا؟ لماذا بعد 20 سنة هذولا طلقوا؟ لماذا هذولا 60 سنة جلسوا وما سمعوا البعض كلام يكونون مسؤولين عنه يوم القيامة عند الله سبحانه؟ لماذا؟ هذه لماذا 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 يجب أولادنا وبناتنا يسمعون لماذا، يرون هذه النماذج حتى يقول أوه نفس ما مر على الأسرة الفلانية مر علي الآن، لو اتخذت نفس الأسباب هطلع بنفس النتيجة. فأنا قاعد أتخيل وأنا أزوج ولدي ولا أزوج بنتي، أقول لهم يا بنتي أول شيء قبل ما تروحوا للزواج، واسمعوا حتى المتزوجين، ترى أول شيء أول عظمة أول عظمة وأنا أسلم على زوجتي أو أتفكر بزوجتي يوم خلاص كتبت الكتاب، إن الله من فوق 7 سماوات وأنا ببطن أمي وزوجتك ببطن أمها، الله اختارنا البعض، الله اختارنا البعض، وهذه نعمة إن الله اختارنا البعض. هذا هذا الأمر إحنا كمسلمين يجب أن نتفكر بهذا، لهذه النعم، هذا هذا هداية التفكر لهذه من أعظم النعم، لما أشعر أن الله اختارنا البعض وما اختارنا الله البعض إلا أنا ممكن هذا الطريق نسوي فيه شيء جميل. هذا الأمر الأول. يا بنتي إذا طليت في زوجك ترى الله اختاره لك، يا ولدي إذا طليت في زوجتك وبنتك وبنت الناس هذه ترى الله اختارها لك. الأمر الثاني العقد اللي بينكم، الله يقول وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أعظم عقد بينكم عقد سماوي مو أرضي، فالعقد كبير والمسؤولية جدا كبيرة. بالله لما نقول لها لما يا بنتي لما نقول لما يا ولدي لما تقول قال لك زوجتك على سنة الله ورسوله وقلت قبلت، اسم الله سهل، اسم رسوله سهل لما تقول قبلت، وانت لما قلتي قبلت يعني سأتعامل معه بما يرضي الله ويرضي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بإذن الله سأقف أمام الله ما حيسألني عن زوجي، وسأقف أمام الله ما حيسألني عن زوجتي بالظلم أو شيء آخر. فهذا الوحد شيء كبير. الأمر الثاني يا بنتي مشوار الزواج ما هو مشوار صغير، لأنه أي طريق صغير يا بنتي أي مشكلة فيه تشوفينها كبيرة، الطريق الصغير أي مشكلة فيه تشوفينها كبيرة، أي شجرة صغيرة تشوفينها كبيرة جدا، لكن ترى طريقكم أميراج مسافة طويلة جدا جدا جدا. تقول لي بنتي طويلة مرة يا بابا، أقول طويلة ومو طويلة بس في الدنيا، طويلة إلى أبواب الجنة مرة طويلة ومشواركم كبير. طيب والمشوار المشوار الكبير هذا حتعيشون أجمل اللحظات في الشهور الأولى ويمكن السنوات الأولى، حب ورومانسية، وهذا يا بنتي طبيعي جدا 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 جدا. طيب بابا وبعدين؟ بعدين يا بنتي طبيعي جدا إن هذا الحب الانفعالي حق سنة وسنتين يا ولدي طبيعي حيخف، حيخف في بعض الأفعال تفسيراتكم لها هي الـ هي الـ يعني هي الإجرامية، التفسيرات لهذا هي أبدا بدون تفسيرات. الحب الانفعالي إذا بقي وطول معاكم بشكل كبير تراه مدته 3 سنوات فقط، وهذا الطبيعي جدا. طب وبعدين بابا؟ ترى بعدين يا بنتي يبدأ عندكم مولد لحب جديد وهو حب المودة والرحمة، وهذا الحب الجديد حقيقة هو يا بنتي يا ولدي مشبع جدا 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 جدا. تدرون ليش؟ لأنه ينمو مع أفعالكم وينمو مع رحمتكم البعض وينمو مع صبركم على بعض وينمو مع تحملكم البعض وينمو لما يكون حزنكم واحد وألمكم واحد وفرحتكم واحدة، وينمو يا بنتي لما تصير مشكلة تقول أوه بابا مشكلة، إيوه يا بنتي طبيعي مشكلة، الله لما يحط لكم في الطريق مشكلة وحليتوها بنفسكم وما طلعت ولا أحد يتدخل، يمكن مستشار ممكن يتدخل صغيرة، وحليتوها بنفسكم بهدوء ورقي وعديتوا هذه المشكلة، كأن الآن أجسامكم وقلوبكم وعقولكم تدربت بقوة على مشكلة ممكن تكون أكبر، حليتوها مع بعض. هذه يا بنت الذكريات هي اللي تخلي الحب المشبع، حلينا مشاكلنا ببعض. تقولوا بعدين وتمشون يا بنتي طبيعي جدا، تجي ذكريات الأولاد والحمل الأول
والفرحة الأولى، بعدين هموم الأولاد وأشياء معينة، ذكريات حزن، ذكريات فرح، تعيشونها خلطة مع بعض مع بعض مع بعض. يا بنتي طبيعي جدا 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 أن تكون في مشكلة كبيرة. ليش المشكلة كبيرة؟ أنا يا بنتي ما أقدر أختبر صديقي إلا وقت الأزمة الكبيرة، يتخلى عني ولا لا؟ واليوم الله يختبركم مشكلة كبيرة، إما أن تتخلي، وأسهل طريق يا بنتي، أسهل حل إني أتخلى، أسهل حل يا ولدي إني أتخلى، أعظم حل وأقوى هو حل الأبطال، إني أقف سند في المشكلة الكبيرة وأحلها، وخاصة المشاكل الكبيرة اللي تتكرر وتصير كبيرة وكبيرة، ونقف ونحلها مع بعض. هذه يا بنتي يبني لكم صناعة ذكريات لا يعلم فيها إلا الله. بعدها يا بنتي تسيرون في الحياة، ويا بنتي بقول لك شيء، ترى يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم راح لبنته فاطمة، وفاطمة مين؟ فاطمة يا بنتي أجمل نساء قريش، أجمل فتيات قريش، فاطمة القوية يعني الذكية اللي هي سيدة نساء الجنة، يعني فاطمة أشبه فتاة بمحمد صلى الله عليه وسلم. يوم هي زعلانة ما جاء النبي وما وجد علي رضي الله عنه في البيت زعلانين، قال أين ابن عمك؟ ما قال حتى أين زوجك، أين ابن عمك؟ شوف قالت له كان بيننا شيء وخرج. النبي رحله صلى الله عليه وسلم وجده في المسجد وجابوا البيت وجلسوا مع بعض وراح. لا الصحابة اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إحنا من 1400 سنة يا ولدي وبنتي نعرف ما هو الشيء الذي كان بين فاطمة وعلي، حتى النبي ما يدري شيء وانتهى. في النهاية فاطمة سيدة نساء الجنة وعلي هو الخليفة الرابع. تفضل أنا، تفضل دكتور. فين وصلت؟ كنت تتحدث عن قصة السيدة فاطمة وسيدنا علي، ولما يعني لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد سيد علي في المسجد. إيه، فلما جاب علي إلى البيت فاطمة وجلسوا مع بعض وانتهى الموضوع، لا الصحابي ولا النبي ولا إحنا بعد 1400 سنة عرفنا ما هو الشيء اللي بين فاطمة وعلي أبدا، حتى النبي لم يعرف ما هو الشيء. فقديش يا بنتي مشوار الزواج، يا ولدي مشوار الزواج طويل، بعدين تأتي يا بنتي ذكريات جميلة، يا بنتي هتعيشوا بعد فترة تتمنون بينكم مشكلة ما في، بعد فترة بعض الأسر تستقر. يا بنتي بقول لك شيء، يا ولدي بقول لك شيء، اليوم لما نشوف أسر يتخرج ابنها من الجامعة ويحتفلون فيه، المشهد مو مشهد تخرج من الجامعة، المشهد أسرة استمرت واستقرت وصار بينها استثمار حتى وجدوا الثمار. يا بنتي لما أسرة اليوم تزوج بنتها ولا ولدها، المشهد مو مشهد زواج ولد وبنت، أسرة استقرت في هذا الطريق، كان أسهل، جاتهم مشكلة ممكن يتطلقوا لكن صبروا حتى عاشوا هذه الثمار. يا بنتي أوصيك في شيء، يا ولدي أوصيك في شيء، أجمل شيء بينك وبين أي صديق أنك تفهمه، بين صديق أنك تفهميها زوجتك. اليوم لو من أنا أجي وأقول للزوج إيش 5 أشياء خطيرة ما تتمناها في الزواج عند زوجتك، وإنتي يا بنتي إيش 5 أشياء خط أحمر عند زوجك؟ هل تتوقعون أحيانا بعض الناس متزوجين لهم 30 سنة ما يدرون ما هي الخطوط الحمراء عند الزوج أو الزوجة؟ عايشين لأنه ما بينهم جلسة. أنا أقترح بشكل عملي، كنت أقول لهم خلي بيكم جلسة في البيت، مكان جلسة في الشهر مرة، آخر ثلاثاء في الشهر مرة، هذه الجلسة تكلموا دائما دائما يا بنتي ولدي بأمور الأسرة، مرة في أمور الأولاد، مرة في أمورنا نحن. يا بنتي لا يخلي حديثكم كله خدمي، جيبوا نطلع ونبني، لا تكلموا وين ما صرت تسمع كلمة حلوة، وين كذا وين. هذه الجلسة لاستمرت سنة سنتين، أقسم لكم بالله كل مشاريع البيت في هذه الجلسة. بعد فترة تجد زوجك أو زوجتك جالسة يوم ثلوث خطأ، جالسة في الجلسة تقول أوه إيش فيه اليوم جلستنا، لا ترى الثلوث اللي بعده. من جماليات هذه الجلسة، هذه الجلسة ليش اليوم لما يكون في شيء عند الزوج مو عاجبه من زوجته متى يبوح إذا ما عندهم جلسة، أو شيء عند الزوجة مو عاجبها في زوجها، يعيشون 3 سنوات 4 سنوات إيش يصير؟
يصير في مقاومة داخلية، أشياء ما يبغونها وساكتين ما بينهم حوار، وساكتين ما بينهم حوار، وساكتين ما بينهم حوار. هذه المقاومة الداخلية تتحول إلى استياء، استياء مع وجود الحب لكن في استياء، استياء ليش كذا، أنا أقدم وأسوي وليش، وما في حوار بينهم، ما يسمعوا بعض. هذا المستاء لا يتحدث، لكن إن تألم يتحدث، ومن يتحدث وهو متألم سيخطي يا بنتي، سيخطي يا ولدي، وقد يطلع كلمة طلاق، وقد يطلع كلمة كذا. هنا يدخل الشيطان، الشيطان ما يدخل إلا في الأسرة التي ليس بينها حوار أبدا، فيها مقاومة داخلية، فيها استياء. بعد هذا الاستياء تأتي مرحلة أعظم وهي الرفض، رفع الصوت والرفض الحقيقي، ثم يكون القرار بعد الرفض إما طلاق أو إني الكبت أعيش بسلام. من الأسرة الكئيبة جدا اللي تقرر أن تعيش بسلام بدون مودة وحب، صح يا مستقرة أعيش بسلام، والله بس مو عشان حب ولا كذا، وبس أكفي خيري شري، أربي أولادي وبس ونعيش بسلام. الأجمل والأفضل نعيش بمودة ورحمة. يا بنتي تدري سبب هذا كله؟ إن ما بيننا جلسة حوار، نعرف إيش يبغى وإيش يحب وأقدمه بكل حب، وإنتي وهو يعرف إيش تحبين وإيش كذا، ويقدمه بمجاهدة. أهم شيء يا بنتي، أهم شيء يا بنتي، أهم شيء يا ولدي، أهم شيء كل ما يسمعنا، ترى الغرب كامل والشيطان ما وضع في أسرنا إلا شيء واحد فقط، وضع ملعب، ملعب الندية، من ينتصر، من يفوز، من قوله قوي. صدقوني من يكسب على الرفيق الثاني فهو الخاسر. إحنا ما عندنا مباريات في إسلامنا، كل ما في مباريات، إحنا بيننا تكامل، بيننا جمال، بيننا حب. إلى متى يا بنتي؟ إلى أن تسمعوا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، هناك هناك أعظم الذكريات. اليوم لما نمسك أولادكم أقول لكم يا أولاد إيش عندكم ذكريات، يجيبون في اليوم الواحد 100 ذكرى من الجماليات في البيت. البيت مو يعني هذا غني ولا فقير، البيت الفقير جدا ممكن يصير فيه أعظم ذكريات الدنيا، البيت الفقير جدا والبيت الغني جدا ممكن فيه أعظم ذكريات الدنيا. لكن يجب أن نفهم ونعرف أن اللي بيننا كبير، واللي بيننا طريق جميل جدا، أسهل قرار فيه أن أخرج منه بالطلاق. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. شكرا، شكرا جزيلا دكتورنا الغالي، هذه الخطوات العملية الواضحة والتي بالإمكان تتبعها والتدرب عليها كذلك، لأن بعضها يحتاج إلى وقت، يحتاج كذلك أن نأخذ هذا القرار، هذا القرار لننجزها في الواقع وتصبح عادات، عادات نسعد بها وتسعدنا وتسمح لنا أن نتدرج من هذه، من الاستقرار إلى الاستقرار إلى الاستمرار إلى الاستثمار إلى جني الثمار. بارك الله فيكم دكتورنا، وإلا فهي كأنها وصفة حقيقة تسمح لنا أن نصل إلى هذا المقام، مقام الأسرة السعيدة، الأسرة المطمئنة، الأسرة المستقرة، الأسرة التي تعيش بالفعل على فطريتها وتستطيع أن تنتج لنا هذا الإنسان المسؤول، وتستطيع أن تنتج لنا هذا الإنسان الصالح. بارك الله فيكم وأكرمكم، ونمر سريعا لأستاذنا أيوب سليماني، وهو من الذين يقدمون لاستشارة، وترد عليه عديد الحالات والوضعيات، ونسائله عن بعض الوضعيات التي استرعت انتباهه، ويقدر أن الحديث على عن بعض تفاصيلها طبيعة الحال بشروط السرية التي هو ماهر فيها سيكون ذا فائدة هادية لجمهور دردشتنا. فتفضل سيدي أيوب. بارك الله فيكم، شكر الله لكم. حقا ما التطواف والتجوال الذي جال بنا الأستاذ سالم والدكتور محمد سيد، حقا كان فيه اللي فيه إشارات، وفيه كان رحلة ذهنية مررنا بها من البداية إلى النهاية. بارك الله فيكم. حقا يعني أقف عندما تفضل بأستاذي أبو ياسر، ولعلي أدلف المعاني عملية إن شاء الله تعالى من واقع المعاش، وكذلك من
الأصل، وهو النماذج التي يعني ارتضى لنا ربنا أن نستقي منها ونستوحي منها الأشياء العملية. فحقيقة مما من أغرب ما وقفت عليه وكان في شاب وشابة، يعني العرس كلف تقريبا حوالي يعني الرقم فلكي شوية، حوالي 70,000 دولار العرس، وبعد 3 أشهر أو 4 أشهر كما ذكر الأستاذ سالم أتى وقال حقا نريد أن ننفصل، ومعنا المقومات المادية يعني الظاهرة فهي متاحة، ولكن كان إشكال. من خلاصات التعلم من هذا سريعا يعني باختصار هذه القصة أو هذه الاستشارة، وهو أن التمثل الذهني للزواج هي عندها صورة ذهنية للزوج من خلال ما رأت أباها ورجل أعمال وكذا وكذا وكذا، ومن خلال أنها تشوف النموذج الشاب الذي ارتبطت به وغير مؤهل، غير متحمس للإنجاز، لا يتحمل كثير من المسؤولية في البيت، وهي تقارن بينها وبين الأب النموذجي الذي تربت وترعرعت في كنفه. فكان هذا الفجوة العظيمة جدا، وكانوا أشياء أخرى يعني مرتبطة، مع العلم أنهم كانوا في علاقة 4 سنوات وكذا وكذا وكذا. فهذا من بين الإشكالات التي تتوهم في السعادة أو في مقومات النجاح. هنا حقا عندنا واحد البعد جيد جدا أن نرجع إليه وأن نستقي منه، وهو النموذج. فحال استقراء النماذج التي ارتضاها ربنا فسنجد النموذج الأمثل الأول هو نموذج يعني آدم وحواء. وهنا حقا أخذ فكرة أو فكرتين سريعتين عملية. ما يذكره أهل العلم بشكل عملي في العلاقة الزواجية، فسنجد أن الله جل جلاله علم آدم، أي أنا وأنت معلم من السماء، يعني قضية استشعار الوحي وأنه هو المنهج إما يأتي. فهذا البعد الأول. البعد الثاني أن آدم كان منوط به تعليم والعناية بحواء، وهذا مهم جدا. فالتركيز الأول في بناء العلاقة لابد أن يعتني الزوج بزوجته من ناحية النفسية، من ناحية الوجدانية، من ناحية الإيمانية ابتداء، ثم من ناحية السلوكية، فيكون هذا الاهتمام وتركيزه عليه. لما؟ لأن الدور في المجال التربوي هي مؤهلة أكثر منه، مؤهلة أكثر منه في إيجاد حلول تربوية في العلاقة مع الأبناء، بحكم الذكاء الوجداني الذي أكرمها الله به، بحكم أشياء كثيرة، وهو له دور، وهو له دور في التربية. ولكن بهذا الترتيب فهو يستقي من الوحي، ثم دائرة التأثير الأولى التي لابد أن يركز عليها هي الأم، هي الزوجة ابتداء، عناية ورعاية واهتماما وأشياء كثيرة. فهذا الشق الذي يستقى من قصة آدم. إذا ذهبنا إلى النموذج الثاني، هو نموذج الخليل إبراهيم عليه السلام، فسنجد بشكل عملي أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قضية البناء الإيماني مهم جدا عند كل الأنبياء، لا في حال الاختيار ولا في حال الاهتمام. ولهذا في قصة هاجر عليه السلام بحث، وهذه مهمة جدا، عن صلاح المكان، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. فسنجد أن بعد المكان وصلاح المكان مهم جدا، هذا السكن أين سأسكن في حدود المستطاع، ما عنده يظهر أنه الإنترنت يعاكسنا وهو يريد أن يخرجنا من هذه الجلسة الماتعة الممتعة، لكننا بإذن الله تعالى سنقاوم هذه المعاكسة وسنبادلها إن شاء الله تعالى بهذا الفيض من معارفكم ومن علمكم. تفضل سيدي أيوب، فقد انقطع الخط قبل تقريبا 30 ثانية، فإذا تكرمت وعدت ما قلته قبل 30 ثانية سيكون ذلك من تمام فضلك. فتحدثنا عن أهمية اختيار المكان ثم بعد ذلك. أي نعم، فبعد المكان
هو من مقومات السكنة، السكن والاستقرار وكذا، فهو مهم جدا. فنبحث عن المسكن الذي يعين، وهنا حقا قوس يسير جدا، حال اختيار الزوجة أو اختيار الزوج، فلا بد أن أسأل نفسي سؤالا واحدا، سؤال واحد: هل هذا الشخص، هل هذه المرأة ستعينني على الوفاء بالعهد مع ربي؟ هل هذا الزوج سيعينني على الوفاء بالعهد مع ربي؟ فقضية قيمتين جبليتين، الوفاء والتعاون، وهذا مقومات نجاح أي علاقة. يعني اليوم هذا المنتج المبارك، هذا اللقاء، الدردشة، هي قامت على وفاء وناس أفاضل، يعني استشعار المسؤولية، فوفوا بالعهد والمسؤولية المجتمعية وكذا، ثم وفوا أنهم وعدوا أن يجتمعوا في هذا الوقت ووفوا، ثم كان تعاون بينهم بترتيب وتنظيم وإعداد و. فسنجد أن أي علاقة مبناها على قضية الوفاء والتعاون. فالسؤال الآن: هذا الشخص طرف ثاني عمليا بشكل يعني بدهي عقلي، يعني تأمل، هل هذا سيعينني على الوفاء مع العهد بربي؟ وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني العهد والميثاق. فالشاهد كذلك في اختيار المكان، هذه السكنة، هذه المدرسة التي سأدرس، هذه الأسرة التي سأرتبط بها، أي قرار من القرارات لابد أن أسأل نفسي بشكل عملي: هل هذا السكن، هل هذه المدرسة التي سأدرس، هل هذه الطريقة التي سأربي في الجلسة التي أجالس، كما طرح الدكتور محمد السيد، فهل نحن على نهج يعيننا على الوفاء مع العهد أو بالعهد الذي أخذه، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فأمر سريعا: فاختيار المكان، إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع، ثم لما هذه الرحلة ولما هذه السكنة؟ ربنا ليقيم الصلاة. بعد الصلاة مفصل، ولهذا إسماعيل: وكان يامر أهله بالصلاة، هذا بما ذكر. فبناء هذا الترتيب هذا والتركيز على هذا الشيء مهم جدا. ثم بحث عن الونس، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، هذه البيئة المعينة من أسر نحتك بها، أو من يعني أطفال وأبناء أسر أخرى، فهذه البيئة مهمة جدا بشكل عملي في البناء. ثم يأتي البعد الآخر الذي سأختم به، وهو هذا التأهيل، هذا الإعداد لفي أبنائنا أو كجيل يؤهل كي يكون مقيما للأسرة. فهنا عندنا بعدين حقيقة جيد جدا أن تذكر يذكره أهل العلم، وهو بعد تنشئة هذه البنت وتنشئة هذا الذكر. فسنجد بالاستقراء كما ذكر أهل العلم أن البروسيس، هذه المنهجية التي نربي عليها الأبناء كأفكار، كبرامج، كأنشطة، كتكليفات، كمهام، أيا كانت، فلا بد أن تعطي البعد حال البنت وحال الذكر. المهام تختلف، لأن الذكر ليس وليس الذكر كالأنثى. فبعد سنجد أن الله حال ذكره للذكر قال: واصطنعتك ولتصنع، قصة سيدنا موسى، فتحدث عن هذا المفهوم، مفهوم الصناعة. فلا بد أن يكلف الأبناء ويعطاها بعض المهام. ابني في الصيف الآن، الصيف الحين، فكيف ممكن أستثمر معه أشياء عملية يشارك في أبنائه؟ ولهذا قصة إبراهيم الخليل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل إشراكه في مهام من عظام، وهذا يتناسب حسب المرحلة السنية، بحسب كذا، فأعطيه مهام توافق وتؤهله وتنتج لنا الرجل القوام الذي هو مؤهل، عنده هذا البعد هذا. ثم البنت، هذه القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله، هي بعد الإنبات، فأنبتها ربها نباتا حسنا. واليوم عندي ورضة ولا عندي شجرة ولا عندي شيء، العناية بها ليست كمصنع وكأشياء فيها بعد، يعني خشوشينو فيها بعد، فيها بعد تحمل المسؤولية وكذا وكذا. فتأهيل لابد أن يؤهل في هذه اللحظة، 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 10 12 سنة، كي يؤهل، هل هذا نستشعره، نستحضره حالة يعني إعطاء بعض المهام أو بعض الأشياء لأبنائنا، كي يؤهلوا ويعطونا هذوك الناس المؤهلين كي يقوموا
ويؤسس أسرة تبنى كما يرضى ربنا ويحب. فكلها أشياء حقيقة مهمة، فيها الجانب الوجداني، فيها الجانب الإيماني. ولهذا قال أحد المالكية في بعد الإيمان، قال: وتعلمت الافتقار من جدتي، كانت كلما سألتها سؤلا قالت سل الله. فكيف هذا البعد الوجداني، هذا البذرة الافتقار والعبودية، يا أيها الناس أنتم الفقراء، تربى بشكل عملي. تريد شيئا أجل نسأل الله عز وجل، تريد بيتزا، تريد شاورما، تريد أي شيء. إن كانوا يسألون الله من حط طعام. فالأشياء اليسيرة جدا والأشياء العظيمة، تعالوا نسأل الله. وهذه في هذا البعد الدعاء، بعد السؤل، فيها ألفة، نتوجه إلى رب واحد، إلى حاجة نقضيها، فيتعلق قلبه بربه بأشياء عملية بسيطة هي معاشه اليومي، حال اجتيازه الامتحان، حال كذا، نريد السفر، نريد أن نذهب إلى كذا، نغير سيارة، بيت، أي شيء من الأشياء. فنربط أنفسنا وأبناءنا بالله عز وجل كي تسقى بذرة الافتقار، وهي بذرة العبودية، وهي الغاية من خلقنا. فلعلها مسارات فيها إشارات، وكان منطلقها الاستشارة التي ذكرنا آنفا. فبارك الله فيكم، صلى الله عز وجل أن ينفع ويرفع. سبحانه. آمين آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم أستاذ أيوب، فقد يعني فصلت في مفاصل مهمة جدا للأسرة اليوم، وهي إشارات كما ذكرت، إشارات دالات وهادية على طريق التربية الرصينة السليمة. فبوركت سيدي. والآن نذهب إلى أخينا محمد سالم، ومعذرة حقيقة عن هذا السؤال، فقد شاع لدى الناس أن المحامين في أغلبهم يقتاتون على مشاكل ومآسي الناس ويعملون على تأجيجها. كيف ترون سيدي دور المحامي الشريف من أمثالكم، داعما للأسرة، حريصا على تماسكها وازدهارها؟ يعني نحن نريد دور جديد اليوم هو غير معهود لدى الناس، كيف يمكن أن يكون هذا المحامي محاميا يسمح بمساعدة الأسرة على أن تستقر أكثر، ويكون مساهما في تماسكها بدل أن يكون داعيا إلى عكس ذلك؟ تفضل أستاذ محمد. هذه مداخلتك على المحامي يقتات، المحامي لا يقتات، المحامي يدافع، المحامي يحامي، يحمي، يركز على الحماية. فالمحامي هو خير الجسر بين الطرفين، أما فيما يتعلق في أتعابه فشيء آخر، لا يتعلق بأنه يقتات بقدر ما يتعلق هو، فهو كالطبيب. الطبيب أيضا يقتات، يقول لما يشخص ويعطي حلا للمريض، فهو سميناه طبيبا. نحن المحامون أو القضاة أو رجال المؤسسة كاملة، القضاء برمته، كلهم فعلا يبحثون عن حلول. وهنا لذلك أشرت منذ حين، ولا أقصد بذلك نقدا أو انتقادا، قلت عجز العلماء وجهل الأبناء في غياب مجموعة من القيم التي غابت بيننا في أفراد الأسرة. ما كان ما أثلج به صدورنا أخينا سليمان السلسل بارك الله فيه، هو من قناعاته وقناعة أنا وقناعة أمثال الدكتور السيد وقناعة العلماء، فكيف ننزله في الواقع؟ هذا هو الإشكال. أنا أقول العيب فينا، فينا نحن كأباء كمربين، لم نغرس تلك البذرة التي لامسها أخينا منذ حين، كيف أرسخها في عقل ابني فيصبح من قناعاته لا يكذب، من قناعاته يكون صادقا، من قناعاته يكون هو مربيا، من قناعاته له طموح أن تكون زوجته كأمنا خديجة، الحب الخديجي الحقيقي، كيف ننزله؟ حب أمنا خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن رسول الله لم يستطع الزواج عنها، أو لم يتزوج عنها بالأحرى. لماذا؟ نظرا أنها ملأت قلبه وعقله حبا، هناك حب حقيقي غرسته، زادته، هناك إشباع في القيم الإيجابية. هذا هو الإشكال. نحن نعاني من تشوهات قيمية،
من تشوهات مفاهيمية، من تشوهات فكرية، ما كان يتحدث عنه أخي سليماني والدكتور السيد يحتاج ليس لمجرد نصيحة، هذا من حصيل الحصل، إنما يحتاج إلى تضافر جهود الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع والصحبة. ابني من يصاحب؟ ابنتي من تصاحب؟ يعني لا يمكن في غياب الزوج، ولهذا قلت منذ البداية هناك تحديات وهناك مدمرات وهناك مشجعات، كيف نناقشها منذ البداية؟ لأن الأصل فيه يبدأ بالاختيار، المسألة تبدأ بالاختيار. فأصبح أبناؤنا الآن في حيرة، يقول لك هذه البنت التي عرفتها وتعرفت عليها ليست هي زوجتي، هذه كأنها امرأة أخرى تغيرت عليها جملة وتفصيلا، وهي كذلك. ولو أعطيتكم الآن كثير من النوازل، أعطيكم مثال بسيط على قضية عرضت بين يدي. امرأة جاتني إلى المكتب وتبكي، تقول أن زوجي قرر أن يطلقني وأنا لا أريد الطلاق. أقول لها لماذا؟ فقالت يريد أن يطلقني. ألححت أني أعرف السبب، فطلبت منها أن يأتي الزوج، فجاء الزوج. فنحن كمحامين أول ما نبدأ بأننا نحاول رأب الصدع ونفهم الإشكال ونحدده، كالطبيب الذي يحدد المرض أو يحدد العلة فيبحث عن الدواء المناسب، نفس الشيء بالنسبة لنا فيما يخص العلاقات. كيف يمكن لي أنا كأب لا أعرف النظام التمثيلي لابني، هل هو شخصية سمعية، هل هو شخصية بصرية، هل هو شخصية حسية، هل هو شخصية تحب الكلام فأتكلم معه، هذا يحب اللمس فألمسه، هذا يحب الهدوء فأكون هادئا معه إلى آخره، هذا شخصية بصرية ينظر بسرعة ويلتفت بسرعة ويتحرك بسرعة وصوته عال وحركته عالية إلى آخره. فماذا لو التقى مع امرأة أو مع بنت منافية لنمط شخصيته ولنظامه التمثيلي؟ لن تستمر الحياة حتى ولو وجدت هناك قيم بينهم. فلما قضى منها زيدا وطرا زوجناكها، قدر الله سبحانه وتعالى أن يأتي الخلاف، فالخلاف إن لم يفسد الود فهو جميل جدا، لكن الفهم، أنا أقول هناك تشوهات مفاهيمية لقيمنا التي كان يتحدث عنها الإخوة الكرام. إذن كيف أنزل هذه القيم وأقربها إلى المجتمع، إلى أبنائنا؟ أبناؤنا الآن يفرون منا يا أستاذ، أبناؤنا الآن لا يستطيعون أن يجلس معي 5 دقائق، فالعلة في من؟ فيها أنا أب ولست مربي، وهذه أم وليست مربية، مشكلتها الصالة والتلفزيون والسيارة، ومشكلة الأب كذلك، وولدي تو يكبر ويتزوج والدنيا هانية، لا يمكن. فلما صلب عوده انتهى. فالحديث بالحديث يذكر، قبل أن أرجع إلى 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 تلك النازلة، هناك رجل تزوج امرأة، هذا في التاريخ القديم، اسمها هانا، وتزوج امرأة أخرى اسمها مانا، فزوجته الأولى هانا تريده أن يطلق لحيته، وزوجته مانا تريده أن يحلق لحيته، فأصبح في حيرة. إذا ذهب لهذه المرأة اللي هي هانا تقول له أين لحيتك؟ لا يمكن أن أقبلك بدون لحية، من قيم أن الرجل تكون له لحية، هذه سمات الرجولة وسمات الشجاعة والأسودة والفحولة وإلى آخره. الأخرى فذهب إلى الأخرى تقول لها لا أريدك بلحية، فليست من مظاهر كل الرجال، وأنا أكره فيك هذه اللحية، عليك أن تحلقها. فأصبح ينتقل من بيت إلى بيت، ومن هذه البيت من هذا الدار إلى هذه الدار، فقال بين هانا ومانا ضاعت لحانا، وأصبح مثل العربي يطلق في التاريخ، بين هانا ومانا ضاعت لحانا، لأنه كما قال الدكتور مضحين لا يدرك حقيقة ماذا تريد منه المرأة، ما هي احتياجات هذه المرأة. المرأة تحتاج إلى مجموعة من الاحتياجات الأساسية، إذا غابت هذه الاحتياجات لن تستقر الأسرة كما ينبغي، سيصبح فيها رجة، هناك رجة كبيرة جدا، تحتاج إلى الاهتمام، تحتاج إلى التفاهم، تحتاج إلى الاحترام، تحتاج إلى
الأفضلية تحتاج إلى الإثبات، تحتاج إلى التأكيد إلى آخره، احتياجات رئيسية كما قال علماء النفس لا بد منها. وبالمقابل أن للرجل احتياجات أخرى، الثقة، القبول، التقدير، الإعجاب، الإقرار، التشجيع، هذا يحتاجه الرجل، لأن الرجل يتمتع لما يقدم لزوجته ما أنجز. التعبير بالحب يغيب عنا، هذا الحب الذي نراه في التلفزيون ونراه في الانترنت ونراه في التواصل ليس حبا، غاب الحب الحقيقي. هل علمت ابني وابنتي الحب الحقيقي الذي يجب لها؟ هل زرعت في ابني هذا الحب الذي ينشأ عليه؟ هل صاحبت ابني وأتحدثت معه وتحدثت معه في كل صغيرة وكبيرة؟ هنا ما يقوله الأخ سليماني منذ حين مهم جدا، لكن كيف ننزله إلى الواقع وكيف أقربه؟ كيف أجعله منه مدرسة؟ لا يمكن أن يتحقق، لا يكون ذلك كذلك إلا إذا كانت المدرسة مسؤولة. فيجب أن يكون إعلامنا هو الأساس وليس إعلامنا إعدامنا. ما نراه يا إخوتي إعدام للقيم أحيانا، ما نراه أصبح بعض الظواهر تصبح خطيرة، غرس قيم أخرى ليست من قيم المربي، فكيف أحاربها؟ أحيانا نرى من المعلم، وأنا أكبر في المعلم، يقوم للمعلم وفيه التبجيلة، لكن قد يغضب وقد يتوتر فيقول، فيصف ابني بوصفا، لا حديقة الحيوان الحيوانات لابد أن تكون جاهزة وحاضرة، فيصبح الطفل معقد ويصبح ليس لديه ثقة في النفس إلى حد الآن، إلى حد أن بعض المحامين لا يستطيع أن يرافع. لماذا؟ نشأ على الصمت، نشأ على القمع، فهو يكتب فقط، لا يستطيع، لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يدافع على نفسه. إذا غابت هذه القيم كيف تنجح الأسرة؟ كيف تنجح؟ في حين أن المرأة الذكية، تلك المرأة العربية القديمة التي عرفت زوجها يميل إلى امرأة أخرى وعرفت نظامه التمثيلي أنه شخصية سمعية يتلذذ بالكلام وبالشعر وبالأدب، فوقفت في الباب قريبة من باب المرأة الأخرى التي يريد أن يذهب إليها، وهي أم للبنات فقط وليس له بنين. وتعرف أن المجتمع العربي، المجتمعات العربية كانت تركز على الرجال والذكور دون الإناث، فقالت، فوقفت في زاوية التي يمر منها هو، فقالت له: ما بال أبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا؟ أغضبان ألا نلد البنين؟ والله ما هذا بعيب فينا، فنحن كالأرض للزراعين ننبت ما قد يوضع فينا. واحتضنته، إذن هو في حاجة إلى لمسة حنان، وأخذته من يده وأدخلته إلى البيت وانتهى الأمر. هذه لبقة ذكية علمتها أمها. كيف أربي ابنتي كخولة بنت الأزور؟ كيف أربي ابنتي كفاطمة بنت محمد؟ كيف؟ هذا هو السؤال. إذن العيب فينا نحن، العيب زماننا والعيب فينا. فالهجوم ليس على الأبناء، يجب ويجب ويجب. ابني لا يلتفت إلي، لا ينصت إلي، لا ينصت، لأني أول من قول له وأنا أتكلم أقول له: أسكت، أعطاك الله فم واحد وأذنين، اسمع. فأنا أكلمه بالبنان، هكذا أشير إليه. إذا ربيت ابني بهذه الطريقة كيف يكون شجاعا؟ كيف يكون؟ جاءتني المرأة، أعود بسرعة ربما أطلت عليكم، إلى النازلة فعرفت السبب. قالت هذه المرأة: أعرف في قبيلتنا في أسرتنا أن المرأة يعني الغليظة، نقولوا احنا بالداب باللغة الدارجة السمينة، ما عرفتش كيفاش نوصفها، يعني غليظة متينة، هي المقبولة أكثر، وأنا ضعيفة جدا، فأردت أن أتودد لزوجي بأن أكون غليظة حسب العرف الاجتماعي اللي عندك. فذهبت أبحث عن دواء كيف يجعلني منتفخة، يعني فعلا كما يريده المجتمع، وبذلك سأكون أجمل. فأكل الدواء فأتى عليها، فأصبحت منتفخة وزادت في الوزن أكثر من اللازم، وألزمها الطبيب، ويصادف أنها وقع لها حمل، فلما حملت منعها الطبيب من الحركة نظرا للانتفاخ اللي عندها، لا تتحرك، فبقيت طريحة الفراش 6 أشهر. فمل الزوج فقرر الطلاق. فقلت لها: سبحان الله، أنت يا سيدتي بهذه الطريقة النحافة أجمل من أنك تكوني جميلة. قلت: ومن قال لك؟ ما عمري في حياتي، لا من والدي ولا من المجتمع، سمعت أني جميلة. بالله عليك، إذا قامت غابت
قيمة من قيم اسمه أنت جميل، أنت رائع، أنت ممتاز، كان يمدح صلى الله عليه وسلم، من انتقد شخص قط. إذن من العوائق ومن المخاطر ومن التحديات التي يجب أن نحاربها أو من المدمرات هي النقد، هي اللوم، هي المقارنة، هي كثرة التشكي والتأفف. إذا عاد الزوج من البيت وهو يتأفف، إذا جاءته زوجته تشتكي من العمل ومن العياء، قلها كان عليك أن تفعلي كذا وكان عليك، فيصبح ناصح، والمرأة تكره النصيحة في هذه الحالة. هي تريد أن تثرثر، تريد أن تتكلم، تريد أن تفرغ الطاقة السلبية، ينصت إليها يقول له، لو قال لها ما شاء الله لقد أبدعتي. أما وقف صلى الله عليه وسلم في المسجد وأمنا عائشة متكئة على كتفه في هذه الحالة وتقول يا رسول الله، وهي ترى العبيد كيف يرقصون في المسجد، ويقول لها في الحديث وكلكم يعرفه، هل أنهيت يا عائشة، هل زيد نوقفه، يعني نوقفه أكثر. فتمتعت بتلك الرؤية، يعني دغدغ مشاعرها صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كيف نصل إلى هذه الكلمة، كيف نغرسها؟ مسؤوليتنا جميعا، مسؤولية الإعلام كي لا يكون إعدام، مسؤولية المدرسة كي تكون مربي، مسؤولية القضاء، والله القضاة يعانون والمحامون يعانون. القاضي لا يمكن أن يبت في قضية الطلاق إلا بعد الصلح، يحاول، لكن أي صلح هذا؟ اذهبا وتصالحا، ما يمكنش. كيف يمكن ننزل هذا الصلح عن طريق مؤسسات، عن طريق إرشادات أسرية؟ كيف يمكن أن نغير في المدونة قانون جديد يدفع ويصر على أن هناك عملا آخر مهم جدا لا بد أن يمر بدورة تدريبية عند المرشدين والمختصين لمدة سنة وسنتين حتى لا تغيب عنه تلك القيم التي كنا نتحدث عنها. فذلك المربي والمدرب يركز على شيء اسمه المسؤولية. كن مسؤولا، كن مسؤولا، الاختيار مسؤولية، اتخاذ القرار مسؤولية. يعني إشكال كبير جدا، كيف تفسر أن الابن يطلق والأب يسب الأسرة عوض أن يأتي ويرأب الصدع، يقول طلقها وأنا معك، الفلوس موجودة والحمد لله، نتحدى تلك الأسرة، سترى إن أبا أصبح أباك وأبوك وأبيك، كل الحركات مرفوعة ومنصوبة ومجرورة تمشي مع هذا الأب. بالله عليكم يا أخوتي الكرام، فلنكون واقعيين نسبيا، أبناؤنا ملوا من أننا نعطيهم. والله العظيم أقول هذا الكلام ليس نقدا، حاشا وكلا لعلمائنا الأفاضل وما كانوا يتكلموا إخوتنا، والحمد لله نقتدي بهم، لكن أنا الذي مقتنع بتلك القيم، فماذا من غابت عنه القيم؟ كيف نرسخها؟ كيف نحققها؟ كيف أرشد ابني وابنتي؟ كيف ابنتي تقتنع بالحجاب أنه فلسفة من الله سبحانه وتعالى، بأنها تتنزل؟ كيف تقرأ القرآن؟ نحن لا نقرأ القرآن، نحن يغيب عنا وقت، وابني ما يشوفنيش نقرأ القرآن في البيت، أنا طوال اليوم أجري من الرابعة صباحا، كيف أجمع الأموال، كيف أقضي الديون، كيف نخلص الديون للبنك، كيف وكيف وكيف، وهكذا دواليك، وهكذا دواليك. بالتالي فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. مسؤوليتنا كبيرة جدا يا أستاذ سيد الرقراقي، القضية ليست قضية كلام، كيف نخرج من أنا قلت بين الفهم والتنزيل، ها قد فهمنا، كيف ننزل، مع من ننزل، كيف نستنفر القوى؟ أبناؤنا فيهم الخير، القضاة فيهم الخير، المحامون فيهم الخير، المشائخ والعلماء فيهم الخير، لكن كيف نجمع هذا الخير ونحققه في الواقع عن طريق مؤسسات، عن طريق مرشدين، عن طريق علماء؟ كثرة الكلام يمل ويمج، انظروا حتى الأغاني الآن، سمحوني خليني توسع شيء لأن السادة المستمعين من حقهم أن يشاركونا رأيا. بالله عليك، كان سابقا الأب أو الأم يستمع إلى أم كلثوم ويقول الله الله ما شاء الله، أو إلى أي فنان، فريد الأطرش وفريد اللي يسمع واللي ما يسمعش، بمعنى يستمع وينصت ويتمتع، جميل، ساعة ونصف وهي تغني وهو يسمع إلى الكلمات، كان هناك فهم. الآن أبناؤنا دب 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 دب، لكن وين؟ لا تفهم شيئا، تنتهي الأغنية في خمس دقائق ولا تسمع إلا دربكة وجعجعة ولا تفهم شيئا، أنا لا أفهم شيئا، أو يذهب إلى موسيقى أخرى أو جرس موسيقي آخر لا يمت إلى جذورنا. أخشى ما أخشاه
نبتة في غير تربتها، ونحن نريد تربة ونبتة تنشأ عن أيدي العلماء الأفاضل، عن أيدي المختصين، عن أيدي أمثالكم، عن أيدي القضاة، عن أيدي المحامين، عن أيدي المربين، الأساتذة، المعلمين، حالة استنفار. انفروا خفافا وثقالا، أبناؤنا سيفرون منا. أنا لا أستصيغ أن بنت عمرها 14 سنة وتهرب من الأسرة، تهرب وتقع في مشاكل مع شخص وتقع في مشكلة. أنهي لو سمحت. تفضل أنهي. أنهي تلك السيدة كيف حلينا المشكل؟ حاولت أن أصلح بينهما، فقالت أول مرة، فذهبت إلى هذا الزوج وجاء عندي عدة مرات وقلت له عليك أن تمدح زوجتك فستصبح شيئا آخر، وأعطيته دورة تدريبية في هذه القيم، وقال لي سأحاول، والحمد لله الآن أصبح بينهما أبناء وعادت حليمة إلى عادتها القديمة وانتهى الخلاف بينهما. وحديث كثيرة في الخلافات الزوجية، وربما الأخ سليماني في استشاراته له أكثر مني من الاستشارات. أما نحن مكرهون الواقع الطلاق تعجب، رغم أن مؤسسات الدولة والقضاء يحاول رأب الصدع بأي شكل من الأشكال، لكن أحيانا أقول اتسع الخرق عن الراقع. بارك الله فيكم. عقلية الترقيع لا يمكن أن نتقدم، أما عقلية التغيير والتجديد والانطلاق إلى الأمام وأكون مسؤولا، أنا مربي لست أب فقط، وزوجتي مربية، أعرف على أني قادم، تزوجتها من أجل مواجهة الحياة. هذه خلاصة، لست أدري إن كنت. بارك الله فيكم أستاذنا محمد الحاج، وقد تحدثت بلغة الحرقة على هذا الذي تراه رأي العين في كل يوم، وخبرته من وضعية الأسر من هذه الوضعية. يعني بالله لو سمحت سؤال سأطرحه بشيء كي أستفز إيجابيا إخوتنا الكرام. نعم تفضل. أبناءنا استفزاز إيجابي طبعا. ما الفرق بين التعلق والحب؟ ما رأيته في المحاكم 90% من الزواج مبني على التعلق، كالذي قال تعلق قلبي بفتى عربية، هذا تعلق قلبه بصديقته بكذا، أما أن يحبها، أما أن يقول غرس قيمة المودة والرحمة، قيمة هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، أين هي؟ أما قال أحد الفلاسفة لا يصح الحب بين اثنين إلا إذا قال أحدهما للآخر يا أنا، كيف نحققها؟ أجيبوني. شكرا أستاذ محمد، فقد وصل السؤال، وإن شاء الله إذا اتسع الوقت للإجابة فسنعرضه إن شاء الله تعالى على ضيوفنا الكرام. نحن يعني أو الوقت أصبح ضيقا، وسنكتفي بسؤال سؤال لكل من الدكتور محمد والدكتور والأستاذ سليماني. شكرا أستاذ محمد سالم. ننتقل إلى ضيفنا الدكتور محمد السيد ونطرح عليه آخر سؤال في عجالة، ونسأله كالتالي: ما هي أقوى تجربة تعرفتم عليها أو كنتم طرفا فيها تقدرون أن تقاسمها مع جمهورنا هذه الليلة؟ سيكون بمثابة أثمن هدية يتلقونها منكم، هدية تعتقدون أنها ستكون لهم نبراسا على طريق البذل والتفاني من أجل المساهمة المسؤولة في الارتقاء بأسرهم. تفضل سيدي. الله يكرمك وبارك فيك. أنا على عجالة سألمم بعض الأشياء وبعض التجارب، والله ينفع فيها يا رب. أولد بعد نهاية أخونا محمد سالم الله يكرمه في قضية القيم، وأنا قاعد أقول لكل أسرة تسمعني اليوم إنه إسلامنا الإسلام كامل سهل جدا جدا جدا، فكيف تكون القيم صعبة؟ المشكلة فينا إن إحنا ما استطعنا أن نخطو خطوات نحو القيم، خطوات حقيقية. يعني لو سألت اليوم كثير من الأسر وقلنا لهم إيش القيم، قد ما يتكلمون بعض القيم، الأخلاق، المبادئ. طيب لو سألتك يا أستاذ أبو ياسر ودكتور أيوب دكتور محمد، قلت لك لو في أسرة عندكم، أنا بسأل لو في أسرة
أسرة معينة، إيش أجمل قيمة مدام دردشة، إيش أجمل قيمة ممكن نعززها عندهم؟ قيمة واحدة يعني، كل واحد يختار قيمة. ها أبو ياسر إيش تختار قيمة؟ أنا قيمة العلاقة. قيمة العلاقة. قيمة العلاقة. طيب. كيف نثمن العلاقة لتصبح قيمة؟ طيب ممتاز. تتبعها قيم تفصيلية لهذه القيمة تغذيها. ممتاز. دكتور أيوب. عفوا أنا أعطيه الكلمة. دكتور محمد سالم. قيمة الحب. قيمة الحب. دكتور محمد سالم. اختار أي قيمة جميلة في تعززها في أسرة. الود. قيمة الود. وبالتالي لو أنا مسكت قيم العلاقات وطبقتها، أنا قاعد أكلم كل أسرة، هيحصل خير عظيم جدا جدا. لو مسكت قيمة الحب وطبقته هيحصل خير عظيم جدا جدا. لو مسكت قيمة الود وطبقتها هيحصل خير عظيم جدا جدا. لكن أقول كل أسرة هذا مو الطريق المثالي لتعزيز القيم أو بناء القيم أو غرس القيم، ليس هذا الطريق المثالي. الطريق المثالي كما فعل شعيب عليه السلام في القرآن. شعيب بعد قيمة التوحيد اشتغل على قيمة المكيال والميزان لأنها كانت مشكلة في الواقع. لوط عليه السلام ما اشتغل في أي قيمة إلا قيمة الشذوذ لأنها كانت مشكلة. اليوم وأنا أسمع في أسرتي نجلس جلسة، يا جماعة إيش عندنا قيم مفقودة في أسرتي؟ أول شيء ما أبدأ في الإيجابيات. صح في الآن علم النفس الإيجابي وغير، لا، في المشاكل أوقف الانحدار، أوقف الانحدار. فيا أسرة لازم نتعلم قيم. نجي نقول ليش بيتنا ما في اعتذار؟ ليش الأولاد ما يعتذرون البعض؟ أقول زوجتي يمكن ما يشوفونا إحنا نعتذر البعض. هل السبب إحنا؟ هل السبب الواقع؟ هل الحي اللي إحنا عايشين فيه؟ هل العائلة الأعمام ما يعتذرون البعض؟ وبالتالي نبدأ بالقيم اللي فيها مشاكل عندنا. فإذا بدينا بالقيم التي فيها مشاكل عندنا نبدأ نجسدها ونعرفها ونبني فيها المعلومات المعرفية بشكل كبير، ثم نبني فيها ونقرأ فيها المعلومات الوجدانية بشكل كبير. وأقصد بالمعرفية مفهوم القيمة وأبعاد القيمة والقيم المشابهة لهذه القيمة والكيانات المهتمة بهذه القيمة والآيات والأحاديث والشعر وغيره. ثم أبدأ بالمعرفة الوجدانية، قصص القيمة، مشاعر القيمة، ناس مسكوا هذه القيمة إيش حصل لهم، حتى أحول هذه القيمة من المفهوم المجرد اعتذار أو صدق حلو، الله يحب الصدق، الرسول يحب الصدق، هذا كله مفهوم مجرد، وأبدأ أشتغل من المفهوم المجرد إلى كيان محسوس له رائحة وله كذا. ما يأتي إلا إن نعرف البعد المعرفي لهذه القيمة، البعد الوجداني لهذه القيمة، البعد السلوكي لهذه القيمة، ثم نحول لأولادنا هذا البعد المعرفي إلى أنشطة، هذا البعد الوجداني إلى أنشطة، إلى رحلات، إلى ممارسات، إلى سلوك. ليس يوم ولا يومين، القيمة الواحدة تبقى عندنا 3 أشهر 4 أشهر حتى تصبح عند أولادنا كيان لا ينفك عن قلوبهم وذاتهم. هذا لا يمكن يحصل لأي أسرة إلا إذا قرأت كيف نعزز القيمة، إيش هي القيمة، إيش بعدها المعرفي، إيش بعدها الوجداني. حتى لما أقول لابني إيش معنى الصدق، يقول الصدق هو القرار الشجاع. الصدق أكثر أصعب قرار هو قرار الصدق، لأنه الكذب هو أسهل قرار. الرجل الشجاع، البنت الشجاعة هي التي تتخذ قرار الصدق. الصدق يجعل لك لوحة عند ربك. نقول له لوحة إيش؟ لوحة حتى يكتب عند الله صديقا. هذا لا يمكن يكون لأبنائنا إلا إذا حولنا القيمة من المفهوم المجرد إلى كيان قائم بذاته. الأمر الآخر اللي نختم فيه، الأمر الآخر بعيد لنا، الأستاذ محمد سليمان تكلم عن القيم، فأحببت أن أدلي بدلوي في موضوع القيم للأسرة حتى نعيش القيم بكل نعيشها معرفة ووجدانا ورائحة وطعما وكل شيء. الأمر الآخر إن الأسرة الفاعلة، الأسرة الفاعلة اليوم هي الأسرة اللي تصنع الذكريات مع الأبناء، اللي تصنع الذكريات مع الأبناء. الأسرة الفاعلة، كان عندي كتاب اسمه 10 مشاريع لبناء أسرة فاعلة. وين اليوم احنا عندنا إجازة وصيف
وين الأسرة لها برنامج اليوم في البيت، برنامج خاص راقي جدا يقوم على المحبة، ما يقوم على الإجبار، يقوم على كل ولد يختار كتاب معين ونقرأه في الأسبوع مرة، في كل 3 أيام مرة يكون لنا ورد معين، نحفظ بعض الأشياء، نطلع برا نساعد في بعض الأشياء، نروح ننظف بعض الأشياء، نروح نزور مستشفيات، نهدي أشياء، برنامج تفاعل الأسرة غير أننا نلتحق في مراكز ونلتحق، وهذا خير عظيم. أيضا يكون عندنا برنامج معين للأسرة بشكل كبير وفاعل وله ذكرياته. وقديش قديش إنه في شيء اسمه مخيم الأسرة ومخيم العائلة الكبيرة، في شيء اسمه الطبق الخيري وحصالة الخير، ونبدأ نسوي أكلات معينة نوديها للفقراء مع بعض إحنا وأبنائنا، علموهم الخير فإن الخير عادة، صناعة برامج أسرية هذا الهدف منها، مو إنه قدمنا خير وما قدمنا خير، الهدف منها هي صناعة الذكريات. كل ما صنعنا ذكريات، كل لما نمسك الأبناء نقول لهم يا أخي إيش ذكريات الأسرة، يقولك عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا وفعلنا كذا وفعلنا كذا، هذه أسرة فاعلة، أسرة فاعلة بشكل كبير جدا. فحقيقة يجب أن يكون عندنا مشاريع أسرية خاصة في الصيف وسهلة جدا، واللي مو قادر يا أخي حول هذا المشاريع إلى عادة، إذا أنت ما تعودت تفعل وبعدين تكلف بناتك وتكلف أولادك، كل واحد يمسك مهمة، واللي يحفظ واللي يسمع واللي كذا، ونشتغل ونختار كتاب. تخيل الأسرة كل أيام السنة يقول الله الكتاب اللي قرأناه في الصيف ما أنساه أبدا، واحد يقرأ والجميع يعلق، بكرة واحد يقرأ والجميع يعلق، الأم تقرأ والجميع يعلق، الولد يقرأ والجميع يعلق. هذه مشاريع يجب يعني، والكتاب موجود وأتوقع أنه في النت موجود برامج كبيرة جدا جدا للأسرة. أختم بأقول لكم أنه أي حياة زوجية سواء مع الأبناء ولا البنات ولا غيرهم، ومن صناعة الذكريات، من صناعة الذكريات يا جماعة بقول لكم شيء، إحنا ممكن نقدم هدية كبيرة للأبناء، هدية كبيرة للزوجة، لكن ما نقدم الأشياء بدرهم ودرهمين. أنا دخلت لقيت أولادي قبل ما ينامون أجيهم على السرير وأقبلهم، هذا مو مثاليات والله العظيم. تيجي البنت بعد ما تكبر تقول ماما بابا تأخر، بس إذا جاء وأنا نايمة لازم تجي ويقبلني لأنها رحمة عندهم. تقول واحدة معلمة تقول كنت في الثانوية فقلت للبنات في الثانوية في توجيهي هذا أجمل يوم دراسي في هذه المدرسة، أنا لي في المدرسة 10 سنوات هذا أجمل يوم لأن في أنشطة وشغل. قامت طالبة قالت معلمة أجمل يوم في الدراسة كان قبل سنتين، كان يوم ثلاثاء أتذكر، قبل سنتين أبويا قبل ما أخرج من البيت ضمني وقال لي أحبك، ضمني وقال لي أحبك، ما كلفت ولا ريال. ليش إحنا ما نسويها؟ إيش المصيبة اللي الشيطان اشتغل علينا ما نقدم مثل هذا؟ أعرف بعض الأباء والله يا أحبة يكون زعلان من عمله ومن مديره ومشاكل في العمل، يقول إذا جيت أبغى أفتح البيت الباب حق الأسرة قبل ما أفتح أقول يا ربي يا ربي أسرتي ما لها شغل في مشاكل عملي، ما لها شغل بمشاكل عملي، يعني ما لها سبب، يا رب خليني أدخل عليهم بدون مشاكل العمل وأسعدهم يا رب. كان مسؤوليته ما يبغى يحسس أسرته في المشاكل الخارجية. ولذلك أنا أقول حتى الأسرة يا جماعة، الأب والأم أرجوكم عودوا أولادكم أنكم في مؤسسة راقية، خلي الجميع يخاف على عدم استقرار الأسرة، البنت الكبيرة تخاف والولد الكبير يخاف، كل مسؤول على استقرار الأسرة. زعل الأب والأم تصير مظاهرة في البيت لعودة الاستقرار، لازم نربي جيل يخاف على عدم استقرار أسرته، مو بس الأب والأم فقط هم لهم دور كبير، حتى الأبناء يساعدون في استقرار الأسرة. يعجبني في هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما مات أبوه وكان شاب صغير ترك له 9 بنات يعني 9 أخوات، فلما تزوج ما تزوج بكر، تزوج ثيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا بكرا تلاعبها وتلاعب؟ قال لقد ترك لي أبي 9 أخوات. النضوج الاجتماعي لهذا الابن جابر قديش حافظ على أخواته، حقيقة لا يمكن نصنع مثل جابر إلا إذا كان المؤسسات التربوية والأباء والأمهات عندهم مسؤولية عظيمة في البناء. يعني وين الآن الجمعيات الأسرية بدل ما تشتغل أحيانا بإغاثة، هي جمعيات أسرية
وين دبلوم الأم المربية؟ وين دبلوم الأب المربي؟ وين دبلوم البنت السعيدة اللي تأخذ دورة في تربية الأبناء ودورة في الحياة الزوجية ودورة في ديكور البيت ودورة في الأتيكيت ودورة في ستايلها ودورة في مشاريع ممكن تخرج منها في بيتها ودورة في 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 تربية الأبناء؟ وحقيقة هذه المؤسسات لها دور كبير في البناء. ولو ما في مؤسسات، المسؤولية على الأب والأم أن تكون الأسرة عندها المسؤولية عظيمة. حتى الإعلام، الإعلام أنا كأنه ملغي عندي. القوة اليوم في البناء، إذا بنينا العقول الإعلام ما يقدر علينا. الإعلام اليوم، هل تعلمون هذا أمر؟ اليوم الغرب اليوم مو فكك الأسرة، الغرب اليوم ما فكك الأسرة في الغرب، الغرب اليوم ألغى الأسرة، يعني الغرب ألغى الأسرة تماما. طيب إحنا المفروض كمسلمين نضع النموذج العالمي للأسرة المطمئنة. رحنا ما وضعنا النموذج العالمي، جون الغرب كما هدم الأسرة يريد أن يهدم أسرتنا. الإعلام ما يقدر علينا إذا بنينا العقول، الغرب ما يقدر علينا إذا بنينا أب وأم يعرفون إيش معنى أسرة وأبناء يعرفون إيش معنى أسرة. الإعلام قدر علينا يوم سطحت عقولنا، الإعلام قدر علينا يوم انتهت حضارتنا، الإعلام قدر علينا يوم عيشنا واقع سياسي في ذل كبير جدا، وبالتالي جاب لنا نموذج الغرب بشخص أو كيان فأصبحنا مهزومين. أراهن إذا بنينا بنت اليوم وبنينا أب وشاب قوي، أراهن بإذن الله أننا بإذن الله قادمين على وعي راقي جدا جدا، ونحن الحمد لله بإذن الله نعيش في الزمن الأفضل لصحوة جميلة أسرية تربوية بإذن الواحد الأحد هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. شكرا دكتور محمد سيد، هذه الخاتمة وهذا الختام بهذا التفاؤل وهذا الانفتاح على مستقبل إن شاء الله سيكون للأسرة زاهرا وسيكون للأسرة بطبيعة الحال من خلال بذل الجهد، صناعة الذكريات، الأسرة الفاعلة المؤثرة، المشاريع الأسرية، البرامج الأسرية، الإعداد من خلال الدورات المتخصصة. ثم هناك فرصة، يعني اليوم العالم هو يحتاج إلى نموذج، وهناك فرصة أن نقدم النموذج، يكفي فقط أن نبذل الجهد وأن نثق أكثر في ممكناتنا، وفي كذلك إمكانية أن نتعاون داخل الأسرة وكذلك خارجها من خلال المنظمات المختلفة التي تسعى كلها من أجل الأسرة، من أجل استقرار الأسرة. كانت كلمة جامعة، كلمة الختم سأتركها لأخي الأستاذ أيوب سليماني، وله اختيار أن يطرح السؤال ويجيب عليه. تفضل أستاذ أيوب. بارك الله فيك أستاذي، حقا ما تفضل به الإخوة يعني فيه كفاية. يعني أختم بأشياء يسيرة إن شاء الله تعالى. أولها هو أمر عام، حقا مهام إحنا لا نشك أن المصلحين الأول والأوائل هم الأنبياء، وهم أعلم بالخلق بعد الله عز وجل. فبالتالي حقا دورهم نجد حال الاستقراء وحال التأمل هو ربط الناس وتعليق القلب بربهم، يعني تعلق هذا القلب، أن يعلق، أن تعلق القلوب بالله عز وجل. وهذا له بوابتين، البوابة الأولى حقيقة هي بوابة الإكرام والإنعام، يعني أن البوابة الأدنى مع الأبناء كيف نذكرهم بنعم الله، بآلاء الله، بعطاياه، بحفظه، بستره، بأشياء هي تلامس صميم الاحتياج النفسي، فهم عندهم حاجة للأمان، فكيف أن الله هو الحفيظ، هو الذي يحفظني من كل شيء. فهذا التعلق بالله، وكما قلنا في البداية قال تعلمت الافتقار من جدتي. ثم البعد الثاني وهو حبذا لو أن الأسر، الصيف هو واحد المدرسة كما ذكر الدكتور محمد سيد، مدرسة حقا عظيمة جدا، فيها فراغ، فيها وقت كافي، فكيف تستثمر بأنشطة عملية؟ واليوم هناك وفرة كبيرة في الأنشطة، يعني لا نعدم أن نجد أشياء كثيرة تعين بعد عون الله في هذا الباب. المجالس القرآن حقيقة، مدرسة الشيخ فريد الأنصاري هي مدرسة
جميلة جدا ممكن أن نفعل بحسب مستوى الأبناء وبحسب كذا في دروس وفي مجالس فيها إيمانيات فيها روحانيات فيها بخور وعطور وأكل غريب يعني جديد وفيها جلسة مختلفة. هذه البيئة المحيطة بالنشاط حقا مهمة جدا، فهذه كلها أشياء حقا جيدة مع الانفتاح على الكيانات والمؤسسات التي توفر بعض الأنشطة، ولكن نحتاط هل هذه المؤسسة أو هذا المخيم الصيفي سيكون داعم ونافع البيئة التي هي فيه، فلابد أن تختار بحد منطق معين. ثم حقا لابد أن يوطن الإنسان نفسه، وهذه أسباب المودة والحب، هي رزق، رزق الله عز وجل يرزقه، والسكينة والطمأنينة. ولهذا ما اجتمع قوم في مجلس في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم، في رواية غشتهم الرحمة. فكل أشياء هي احتياج، هي أرزاق، هي مدد من ربنا، فالإنسان يحرص عليها مع الدعاء للأبناء بالصلاح وبالحفظ. ربي ربي لأبنائي، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فنسأل الله عز وجل أن يبارك وأن يحفظ أبناءنا وأن تقر الأعين بهم، وصلى الله أن يبارك في الإخوة والقائمين السادة أبو ياسر الفضاء بكل أعضائه حقيقة، والمستمعين والمشاهدين. صلى الله أن يبارك فيكم في هذه الساعة وإحنا نسمع أذان المغرب، إحنا في المغرب. صلى الله أن يبارك فيكم الأستاذ سالم والأخي الدكتور محمد سيد حفظكم الله، سيدي أبو ياسر الله أن ينفع بكم وأن يجعلكم هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين مباركين أينما كنتم. شكرا جزيلا، هذه الكلمة الختامية في نهاية هذه الدردشة، وباسمكم حضورا الكريم أشكر ضيوفنا الأفاضل فيض عطائهم من معين تجاربهم الواسعة وكذلك خبراتهم المنيفة. شكرا لا توفيه كلمات الخجلة حقه ومستحقه، أدعو العلي الكريم أن يكافئهم جميعا بما يليق بعطاءاته السخية الجوادة بما يرضيهم وبما يرضي ربنا عنهم الجليل. شكر قاعة البث الأستاذة سلوى السقاط، فشكر جزيل لها. شكرا لكم جمهورنا الغالي، وفاءكم وحسن استقبالكم وجميل تفاعلكم مع دردشة الليلة. نضرب لكم موعدا بداية شهر شتنبر من مشيئة الله مع فعالية متجددة لفضائكم الذي يسعد دوما بخدمتكم. ليلة طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.